السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي كيخص اليوم 15 من رمضان، اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم بخير وعلى خير وبالأعمال المتقبلة إن شاء الله. إذا في هذا الفيديو غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب 15 من سورة الأنعام من القرآن الكريم. كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، وكذلك دعم للمحتوى الهادف. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله فيه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب 15 من سورة الأنعام من القرآن الكريم. كنتمنى أنه القراءة ديالي تكون استحسنت المسامع ديالكم. كنتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. التلاميذ والتلميذات غادي يلقاو كاع الفروض وكاع الدروس وكذلك الامتحانات الإشهادية في القناة. كنرحب بكم مجددا وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.